فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الكفر العملي؟ وهل هو مخرج من الملة أم هو أنواع؟ الكفر العملي هو ما سمي كفرا، هو ما سمي كفرا ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر، مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتل المسلم كبيرة من كبائر الذنوب وهو كفر، لكنه كفر أصغر، لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني كفر الأصغر، يضرب بعضكم رقاب بعض. والدليل على ذلك من القرآن: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، شوف سماهم مؤمنين وهم يقتتلون، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، إلى قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فدل على أن قتل المسلم كبيرة وكفر أصغر، لا يصل إلى حد الكفر الأكبر. نعم. وكما سمعتم: أربع في أمتي من أمور الجاهلية، هذا المراد به الكفر الأصغر، ما هو الكفر الأكبر. نعم.